اختي الغاليه، الحين انت شاريه جنطه مثلا الفي او ديور او اي ماركه ثانيه غاليه، يعني بالكويتي فوق ال 2000 او 3000 دينار، اوكي اوكي. الجنطه هذه ليش خشيتها بالكبت؟ ليش 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 انت ما شريتيها بهالقيمه؟ الجنطه صح يعني قويه واصليه، حلليها والله لو تروحين بقاله خذيها معاك. ليش ليش خشيتها؟ تدرون المشكله ان الحين هذا موسمها، بعد فتره تصير قديمه حتى لو كانت اصليه، ما تقدرين تلبسينها، يصير شكلها كانها يفشل. تذكرون قبل الفي هذا الفي مربعات والجناط، الحين اتحداكم تلبسونه، ما تقدر خلاص لانه سووا اشكال جديده. فالله يخليك، شو تسوي داخل الكبت؟ اول شيء راح تتكسر وراح تقعد فتره، استخدميها حلليها، يعني تخيلي خليها دائما. واي احد بيقول لك ليش معلق عليها، يقول مو رخيصه تستاهل اني اعلق عليها، ضروري ليش حطتها بالكبت؟ والله بعدين حتى يمكن شفتي بنتك اذا كبرت ما راح تقدر تلبسها لانها صارت صار موديلها قديم. الله يخليكم، شغلات وايد غاليه حاطينها بالكبت حق منو؟ حق منو؟ حق منو؟ طقيها معاك، حلليها، مزرعه، شاليه، رفيجاتك، خليها لما تتكسر لما تتكسر، ولا تتكسر وهي بالكبت. ليش حطيتها بالكبت؟ هذه مو رخيصه، هذه غاليه، يعني حلليها الله يخليك واستفيدي منها، لان هذا موديل الحين، بعدين خلاص راح تستحين تلبسينها.